قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة إلى أحد إخوانه: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. الله أكبر. لاحظ هذه المقدمة العظيمة في هذا الفصل العظيم. هذا كلام يا إخوة يكتب بماء الذهب. يقول: إذا عرفت هذه المقدمة التي قدم فيها التأصيل، قال لذة، إذا عرفت المقدمة المتقدمة قال فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. هذا هو أطيب ما في هذه الدنيا وأحلى وألذ ما في هذه الدنيا. ستأتينا بعبارات بعض السلف عن هذا المعنى العظيم، وعبارة النبي صلى الله عليه وسلم أجمل كما سيأتينا. فيقول لك أن السعادة اليوم الخلق كلهم من فجر التاريخ منذ أن خلق الله الخليقة يكدحون ليل نهار يطلبون هذه السعادة، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا يبحث عن هذه السعادة. ولن تكون السعادة إلا بجمعية القلب على الأول الذي ليس قبله شيء، ولا يلتذ هذا القلب ولا يسر إلا بجمعية القلب على الأول الذي ليس قبله شيء، هو الذي فطر هذه النفس وهو صلاحها سبحانه وتعالى ولذتها وسرورها وطمأنينة هذا القلب وسكينته وأنسه، لا يكون إلا باجتماعه على الله جل وعلا. وهذه هي الملة. ملة من؟ ملة إبراهيم حنيفاً.